ارحب بحضراتكم من جديد. معايا في الاستوديو كابتن وليد صلاح الدين، واحد من نجوم مصر ويعني من اللاعبين المميزين، وايضا طبعا نجم تحليل رائع، ويعني بنبارك له طبعا على برنامجه الجديد في الراديو، يعني مميز جدا باستمرار كابتن وليد صلاح الدين، وعضو بقى الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. كابتن وليد برحب بك. كابتن وليد ربنا يخليك يا روح حبيبي. الحمد لله على السلامه. يعني مبروك طبعا جمعيه العموميه امبارح كابتن، واحد من الناس حتى كنت موجود وساهمت بشكل كبير. نجوم الكبار لما بيبقوا موجودين يا كابتن بيبقى ليهم تأثير بشكل كبير طبعا، يعني ليك محبين، ليك ناس بتثق في كابتن وليد، فبالتالي وجودك امبارح كان شيء مهم يا كابتن وليد. بص بغض النظر عن حتى الناس المختلفة في الرأي، النادي الأهلي لما يحتاجك مهم جدا ان انت تكون موجود، بغض النظر بقى عن احنا بيننا وبين بعض مين مقتنع مين مش مقتنع، مين مع اللائحة الاسترشادية، مين مع لائحة النادي، مين مع الوزارة، مين مع اي مواقف، لكن في الاخر النادي الاهلي احتاجك، لازم تكون موجود من وجهة نظرك. صحيح. يعني كان هيبقى يوم حزين جدا جدا لو النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الاهلي ما اكتملش. صحيح. كانت تبقى حاجة وحشة، لكن دايما بنأكد على وعي الجمعية العمومية، دايما بنأكد على وعي اعضاء النادي حتى لو هم مش مشجعين. يعني انت لو طلبت بقى 12500 مشجع هيجي لك 125000 في لحظة، يعني بيملوا استاد. لكن هي الفكرة ان حتى الاعضاء، الناس مسافرة، ناس سايبة اولادها الصغيرين هنا، واحد مشترك في النادي لمجرد ان هو جنب البيت ملوش في الكورة، واحد تاني مشترك بس ما بيجيش، يعني انواع مختلفة من البشر. عشان كده احنا قلنا يا جماعة اللجنة الاولمبية والوزارة لو سمحتوا الرقم كبير جدا. يعني بص انا بحب دايما نقيم المواقف يا كابتن فاروق. كابتن في 156416 عضو جمعيه عموميه للنادي الاهلي، رقم كبير. انت احنا ثلاث انديه موجودين في مصر طبعًا. هم الارقام الكبيره سواء طبعًا. اهلي شمس صيد كابتن طبعًا. بس الاهلي الاكبر يعني طبعا. انا بتكلم على النصاب القانوني. النصاب القانوني الفكره في ايه؟ انت احلى حاجه انك تقيم المواقف بعد ما التجارب تخلص عشان تعرف تستفيد. النهارده بالتجربه اثبت ان الارقام اللي كانت عايزاها اللجنة الاولمبية هي ارقام من وجهة نظري مبالغ فيها مبالغ فيها جدا. يعني النهاردة لما نادي كبير بحجم نادي الزمالك يكمل الجمعية العمومية ب 139 صوت، لما النادي الاهلي على يومين وفرعين ويكمل الجمعية العمومية بزيادة 2000 صوت، نفس الوضع على كل الاندية، يبقى انت كنت حاطط ارقام هي مبالغ فيها فعلا. صحيح. يعني احنا لما قعدنا هنا معاك وقلنا يا جماعة لا الرقم ده كبير، الرقم ده عايزه على يوم واحد، انت بتقول 8%، لكن احنا عارفين ده على مستوى الدولة لما بتعمل انتخابات الرئاسة في كل انحاء العالم بقى، يعني كل مصر بالعرب باوروبا بكل العالم كله ما بيجيش عدد كبير وناس كتير جدا جدا، لانها في الاخر ثقافة شعب. صحيح. فبالتالي الرقم ده كبير، وانا اقترحت معاك هنا لو تفتكر في الاستوديو التحليلي في اخر الايام في مباراه المصري او ما قبلها، قلت لك انا من وجهه نظري نسبه 5% تبقى معقوله. معقوله، يبقى احنا 156 في 5% بتتكلم في حوالي 7 و ما ده تم حلها كابتن، حلت في جزئيه اللائحه ان انت كجمعيه عموميه عاديه يجي لك 3000 وغير بالزبط. عاديه 4000 انت يعني في اللائحه دي حلها. لا انا كمان بالك. كنت عايز اوصل لابعد من كده، ان انا لو عملت 5% من عدد الاعضاء الاساسي هيوصل في النادي الاهلي ل 7500 7700 كانت تخلص على يوم واحد وتبقى الامور قريبه. لكن في الاخر المساله صعبه جدا، انت كنت عايز تعملها في يوم واحد، الناس في المصايف جو حر جدا، عايز تعملها على يوم واحد في فرع واحد كمان يوم جمعه، يعني انت بتتكلم من 10 ل 7 بتتكلم في 10 ساعات، منهم 3 ساعات انت هتعمل ستوب لصلاه الجمعه، وبعد كده عندك صلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء، وفي ناس رايحه تاكل الحراره كمان، وفي وفي ناس رايحه تتغدى، وفي ناس، يعني انا عايز اقول لك ان انا وصلت امبارح الساعه 6 قبل باب الاغلاق بساعه ما لقيتش ركنه، يعني شوف انا واصل في اخر وقت والجو بقى حلو ودرجه الحراره هديت والمفروض ان الناس كلها، ومع ذلك انا ما لقيتش ركنه. الدنيا في الجزيره ضيقه جدا ومخنوقه. وانت راجل عارف، واحنا بنروح نلعب كوره يا اما بتركن في الاوبرا، لو ما لقيتش الاوبرا فاضيه المساله هتبقى مستحيله. صحيح. وفي شرطه هناك، وفي ده طريق رئيسي ما ينفعش تقف فيه صف تاني، او فالمساله احنا عايزين نقول للجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه، انتوا كنتوا عاملين القصه دي كلها ليه؟
عايزين تقتنعوا ان اعضاء الجمعيات العموميه راحت وشاركت وصوتت. الديمقراطية. الامر واضح. يعني انت لو بصيت في الاعداد سواء في مدينه نصر او في الجزيره الناس انت تقدر تعدها زي ما انت عايز. وبعدين عيب بقى ان انت كمان تقول على النادي الاهلي صناديق ومقفوله وهتتنقل مقر الجديد. النادي الاهلي طول تاريخه عمره ما زور وعمره ما عمره ما دخل في الجزئيه دي وعمره ما كان يتقال له كده. النادي الاهلي الناس كلها او الانديه كلها بتحتذي بيه. صحيح. فبالتالي انا اتمنى من اللجنه الاولمبيه ممثله في الاستاذ هشام حطب، اتمنى في وزاره الشباب والرياضه ممثله في سياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز ان يبقى فيه حل ويبقى فيه تقريب وجهات للنظر. انتوا شفتوا اعضاء الجمعيه، واضح جدا اعضاء الجمعيه العموميه الكثافه العدديه في مدينه نصر وفي الجزيره والامور باينه، وانتوا كنتوا عاملين اصلا القصه دي او الاجتماع الخاص ده علشان تعرف ان الجمعيه العموميه في كل نادي راحت تقر اللائحه بتاعتها. صحيح. فمش عايزين نطلع بره الاطار ده. طب انا هسالك سؤال يا كابتن وليد، يعني خلاص احنا اليومين خلص والاجراءات، واحنا مجلس اداره او اللي اقاموا حته جزئيه الاجراءات كان هدفهم التسهيل على الجمعيه العموميه من خلال اليومين ده ومن خلال طبعا المقرين. النادي الاهلي لو كان حتى يعني خلاص احنا خلصنا لو كان قال ان احنا هنعملها في يوم واحد وهنعملها في مقر الجزيره، هل ما كانش الجمعيه العموميه كانت هتكتمل؟ لا كانت هتكتمل مليون في الميه. بس هي المشكله في ايه؟ ان الامور بدات تتصاعد من اول يوم ودخل فيها شويه عند شويه عند وشويه يعني النادي الاهلي حس ان اللجنه الاولمبيه زي ما يكون في تعنت. يعني انت عايز تاخد كل حاجه دايما في المفاوضات يا كابتن فاروق، وانت راجل يعني بتاع تسويق كمان وعارف وعندك خبره كبيره، لازم تاخد حاجه وتسيب حاجه. طبعا. ما ينفعش تاخد كل حاجه في اي مفاوضات. فانت عايز 12500 ماشي، ولكن في فرع واحد كمان، لكن في يوم واحد كمان، لازم ايه ده كل انت هتاخد كل حاجه. طب خد حاجه وسيب حاجه. صح. يعني احنا مثلا بنقول لك خليها 7000، انت بتقول لا 12500. طب انت خدت دي سيب لنا بقى نعمل فرعين. لا هو فرع واحد. الله. طب ما انت كده هتبقى واخد كل حاجه. فالنادي الاهلي من اول لحظه حس كده ان في تعنت ضد النادي الاهلي. وبعدين اقول لك على حاجه كمان، النادي الاهلي طلع معاه حق يا اخي. الناس حتى اللي كانت بتفكر او يعني متلخبطه ما بين القرارين، يا عم شوف التجارب عندك. نادي الزمالك نادي كبير جدا من اكبر الانديه زي النادي الاهلي في الشرق الاوسط كله، ما كانتش الجمعيه هتكتمل. صحيح. 10139. تخيل لو نادي الزمالك الجمعيه بتاعته ما اكتملتش. برضو وحشه في حق نادي الزمالك طبعا، وفي نفس الوقت كانت هتبقى وحشه في حق النادي الاهلي. فبالتالي انا عايز اقول ان لا، بالتجربه يا جماعه خدوا بالكم، مش زي ما انتم فاكرين. يعني مش زي ما انتم فاكرين هتقولوا مثلا الاهلي فيه 150000 عضو، تعالى 10% فيجي لك 15000 على طول في يوم. المساله مش كده. ناس دي ثقافه شعب تاني. لو طبقنا الكلام ده على الانتخابات الرئاسيه اللي هي المفروض انها اهم حاجه في الدنيا، يعني اهم حاجه في حياتك انك تعرف رئيس بلدك مين، وانك تنتخب رئيس البلد وتنتخب مجلس الشعب. ومع على شهور مجلس الشعب يا كابتن، على شهور بتتعمل ده، على شهور. ومع ذلك كمان حشدنا كل الاعلام وقوم نادي على الصعيدي والبورسعيدي والاسماعيلاوي ومش عارف ايه، وعملنا اغاني وعملنا وعملنا حشد غير طبيعي، وبرضو الناس نزلت قليل. لان انت عندك سيدات كبار في السن، عندك كبار السن، عندك ناس مش في دماغها الموضوع، عندك ناس ما عندهاش الثقافه دي اصلا. فبالتالي انا دايما احب في كل تجربه حاجه اسمها فتره انتقاليه. لما تيجي تتنقل من المكان ده للمكان ده تاخد وقت. انت عايز تعمل ديمقراطيه، انت عايز تعمل ديمقراطيه، لازم تسهل على الاقل ان انت تحبب وتاخدها بالراحه. بالظبط كده، تاخدها على خطوات. مش انا مره واحده اروح ضاغط. طب ما اقول لك على حاجه، طب انت ايه يعني ايه الفايده ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ما تكتملش او لنادي الزمالك، ناديين من اكبر الانديه الرياضيه في مصر، فانت كنت هتستفيد ايه؟ فالكلام كمان في نقطه مهمه قوي لازم الناس تعرفها، معرفش الساده المشاهدين واخدين بالهم منها ولا لا. في كل الاحوال، في كل الاحوال اي مجلس اداره هينجح في الانتخابات القادمه يغير اللائحه زي ما هو عايز، ما فيهاش مشكله. طب معلش يا كابتن وليد، ما هو يغير اللائحه وانت بنتكلم وحضرتك دلوقتي يعني اذاعي دلوقتي موجود بتتكلم في اكيد قضايا، وانت بتقرا اللائحه كده يا كابتن وليد، وانت انا عارف ان انت اكيد وافقت عليها لان كلنا مقتنعين بيها. ما تيجي تبص بنودها
مفيش خلاف عليها. ما تيجي تبص لبنود اللائحه الاسترشاديه هتلاقيها مقيده جدا لمتطلبات النادي الاهلي واعضاء جمعيه للنادي الاهلي، وفكرك واستثمارك وبطولاتك اللي انت عايز تحققها لازم كانت تتغير بشكل كبير. يا سيدي حتى انا هاخدك لابعد من كده عشان نبقى احنا بنتكلم بديمقراطيه. تمام. الديمقراطيه بتقول ايه؟ ان حتى لو انت مش موافق على بعض البنود انا اعمل عليها بعد ما مجلس الاداره ايا كان مجلس الاداره مين اللي هينجح، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، المجلس اللي هينجح يروح عامل استفتاء على اللائحه الداخليه للنادي، عايز تغير البند ده غيره، عايز تغير البند ده غيره. والله هو ديمقراطيه. ده في واحده من الجامعه العموميه طلعت واتكلمت في الجزئيه دي معانا في القناه هنا، قالت انا مش عاجبني بند كذا 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 بس انا جايه عشان ابقى مشاركه في الجمعيه العموميه. دي حاجه محترمه. هي الفكره اللي مش واصله لنا حاجه يا كابتن فاروق في موضوع الديمقراطيه ده. هي الديمقراطيه مش انك انت تقول رايك وتصمم عليه ولو اتعمل عكسه تبقى انت تضرب كرسي في الكلوب، مش كده. صحيح. هي الديمقراطيه انك تقول رايك وكمان تحترم راي الاخر. يعني احنا لو قاعدين مع بعض مثلا اربعه، معانا الكابتن ربيع ياسين مثلا كابتننا الكبير، ومعانا الكابتن سمير كمونه، ومعانا مثلا عبد الحميد حسن، بقينا خمسه. تمام. كل واحد احنا هنقول مثلا نطلع بين الشوطين ولا ما نطلعش. لازم يبقى انا عندي ديمقراطيه في ان لو في ثلاثه قالوا نطلع وانا قلت ما نطلعش يبقى خلاص نزولا على رغبه الاغلبيه يبقى نطلع، واحترم الكلام ده. لكن انا اقول ما اطلعش واصمم وكمان ابتدي اذي او عاند في اللي قال نطلع، فهي دي النقطه. يعني ببساطه شديده انا شايف ان الديمقراطيه عندنا غايبه شويه. يعني انت بتقول رايك ولو ما اتعملش تبقى مشكله. فبالتالي اتمنى العناد ما يوصلش لابعد من كده. طب ابرز المواد يا كابتن وليد اللي انت شفتها ممكن تكون تخالف متطلبات النادي الاهلي في اللائحه الاسترشاديه وهتحلت في اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي؟ بص في بنود كتير بس يعني ابرزها مثلا ان لازم يكون رئيس النادي الاهلي مصري. يعني انا يعني ما حددتش اللجنه الاولمبيه في اللائحه الاسترشاديه ان يكون لازم يكون مصري، ما حددتش. هو ممكن رئيس نادي، فممكن يجي لك رئيس النادي انجليزي مثلا او الماني كده بقى في الدوري الاوروبي. النادي باريس سان جيرمان بيتباع بالظبط، لكن احنا ما ينفعش. احنا نادي الاهلي ده نادي او احنا الشكل بتاعنا كنادي اهلي نادي وطني. يعني لازم تبقى محدد قوي. يعني عارف انت لو في القانون اصلا من الاول قال ان اللجنه الاولمبيه تدعو للاجتماع الخاص في النادي على يوم واحد كان خلاص كان اتحلت، لكن في القانون مش واضح. صحيح. فبقى انا عملتها على يوم على يومين على ثلاثة، انا حقي مش موجودة في القانون. صحيح. فبالتالي في كذا بند. طبعا بند برضو التهرب من التجنيد ده برضو بند انا من وجهة نظري لا، ازاي يعني ازاي انا متهرب من تجنيد بلدي حتى لو تصالحت، حتى لو بعد كده دفعت الغرامة، حتى لو خدت حكم قضائي، بس في الاخر انا اصل الموضوع ان انا متهرب من التجنيد. جميل. فازاي ابقى متهرب من التجنيد وابقى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي او عضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ يعني هي حاجات يعني مختلف مع حاجات انا برضو ومتفق مع حاجات، وفي الاخر هي ديمقراطيه. في جزء حضرتك كنت اتكلمت معايا فيه اللي هو جزء الفتره الانتقاليه اللي ممكن اللجنه الاولمبيه بالظبط تاخد قرارات دون الرجوع للجمعيه العموميه وتقرها بشكل ولا مجلس اداره. دي بقى دي ده بند كارثي من وجهه نظري. يعني انا من وجهه نظري لو ما اكتملتش جمعيه العموميه لاي نادي لو ما اكتملتش الجمعيه العموميه او النصاب القانوني للجمعيه العموميه، دلوقتي انت بقى عندك مشكله. انت خلال الفتره الانتقاليه لغايه لما تعمل انتخابات انت يحق للجنه الاولمبيه انها تحط او تضيف او تعدل او تعمل اي بند بدون الرجوع للجمعيه العموميه او لمجلس الاداره. مزبوط. فانت كده ما بقاش خلاص انت ما بقتش ممتلك حاجه. صحيح. يبقى انت تقدر اللجنه الاولمبيه تحط لك اي بند وانت ما تقدرش تتحكم ولا ترجع للجنه الاولمبيه فيه. فكل دي حاجات يعني انا اشوف ان الامور بس بسيطه قوي، واللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه انا متاكد ان المهندس خالد عبد العزيز هو عايز يدي الجمعيات العموميه دورها. طيب في اكتر من كده يا كابتن؟ بالظبط. فبالتالي هو بس يحل المشكله دي وبعد كده الامور ماشيه في السياق الطبيعي. هو لازم يا كابتن الصراحه الموضوع يتحل، لان الصدام ما منوش فايده، خصوصا لما بتصطدم معاه نادي كبير بجماهيريه كبيره. ده حقيقي. باعضاء جمعيه عموميه زي ما احنا بنتكلم وصلت ل 156,000، يعني بتتكلم في نادي كيان كبير جدا ومؤسسه كبيره. ودايما يا كابتن فاروق معلش برضو حتى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما عودنا وعلى طول دايما بيتكلم ان رغبه الناس رغبه الشعب
رغبة العدد، لما بيبقى عندك عدد ما تقدرش تغفل كلمته. دي نقطة مهمة جدا. صحيح. يعني على سيادة الوزير وعلى الأستاذ هشام حطب اللجنة الأولمبية تبقى عارفة أن أنا ما روحش مثلا 14,975,000 صوت، ما روحش 15,000، مقرب من 15,000 وبعد كده أعاندهم. يعني هي برضو صحيح. لازم تبقى أنت حاطط العدد في دماغك. لأن في الآخر خد بالك، تاني نعيد تاني من الأول اللي قلناه في الاستوديو التحليلي قبل كده، أنا لما باخد استطلاع رأي عايز أعرف أحسن لعيب في الموسم، بروح اسكندرية أخد رأي 10 15 20، أروح بعد كده أسوان أخد رأي 10، أروح السلوم أخد رأي، أروح السويد، هو ده استطلاع الرأي. ما بجيبش ال 100 مليون مصري واجيبهم كلهم عشان أسألهم مين أحسن لعيب في الدوري، ما بيحصل. أنا باخد فئة أو شريحة قليلة جدا، عينة عشوائية، عينة عشوائية هي تقول لك مين أحسن لاعب في الدوري، وعلى هذا الأساس أنت بتشتغل. فعشان بس اللي يقول لك أصل ال 14,000 أو 15,000 دول مش اللي بيمثلوا ال 106، ما هو ما احنا عارفين، ما أنت 100 مليون، أنت مش هتقدر تاخد رأي ال 100 مليون. صحيح. وفي نفس الوقت مش هتقدر تجيب ال 156,000 عضو بتوع النادي الأهلي عشان تستفتيهم سواء على انتخابات رئاسة أو مين رئيس النادي الأهلي أو مين مجلس الإدارة أو اجتماع خاص للائحة، مش هيجوا. صحيح. حد شيء. صحيح. حتى لو عملت غرامات، هي الفكرة مش فكرة غرامات أو فلوس، لكن هي فكرة وعي. لما نوصل للوعي ده، على ما نوصل بقى للوعي ده بالراحة على الناس، يعني بقى 5% 4%، بعد كده زودهم 7%، بعد كده روح 10%، يبقى أنت شوية بشوية الناس تبقى نازلة وهي حبة. وبعدين في حاجة نقطة مهمة، هو أنا بعذب الناس ليه؟ بالظبط كده. هو أنا رايح، أنا عايز أروح النادي مبسوط، يعني أنا عايز أروح النادي مبسوط. أنا ليه ما تعمليش يوم يبقى انا باخد مراتي وباخد اسرتي، ما انا عندي 2 ليهم حق التصويت من الاربعه اولادي مثلا عشان عدوا ال 20 سنه، طب ليه انا ما اروحش واتغدى واقعد في النادي واعمل التصويت انت معذبني ليه؟ عايز اه يعني عايز. انت فاكر يا كابتن ايام الانتخابات كنا بنروح كان الوضع عامل ازاي؟ كان صعب جدا. جدا. انت مش عارف تمشي جوه النادي والجو حر. لا يعني بس انا برضو سؤال يا كابتن وليد، يمكن واحنا هنا ودي يمكن عانيناها في الاسبوعين اللي فاتوا هنا في القناه، ان الناس فاكره ان احنا بنشتغل على شغل انتخابات. هي دي انتخابات كفو؟ لا مش انتخابات خالص. يعني دي نقطه كانت يعني بنحاول نوضحها، ولكن الناس او في بعض الناس بيوجهوها سواء من اعلام او انها راحه للجزئيه دي. وبص بقى كابتن فاروق، وهو ده الانقسام، مش مسألة فرع مدينة نصر وفرع الجزيرة وفرع الشيخ، مش ده، مش انقسام. انت عضو جمعية العمومية للنادي الاهلي، انت عضو النادي الاهلي، ما فيش حاجة اسمها في الكارنية عضو جمعية فرع مدينة نصر ولا فرع، لا انت عضو النادي الاهلي، دي ما فيهاش انقسام خالص. ومدينة نصر يعملوا تصويت في مدينة نصر لان جنب البيت عندهم. ما اقدرش انا اجيب واحد عنده 70 سنة ما يقدرش يقعد في عربية ساعة ونص ساعتين، ده انت بتروح من هنا لمدينه نصر ابعد من هنا لمارينا او للساحل. صحيح. انا باخد في الساحل ساعه ونص، لو خدت من هنا لمدينه نصر ساعتين. فالفكره في ايه؟ لا هي مش كده، التقسيم بقى اللي انت بتقوله ده. انا ما فيش اي انتخابات، انا ساعه الانتخابات والمهندس محمود طاهر هايل فيها، كابتن محمود الخطيب هايل فيها، اي حد عايز يدخل الانتخابات كل ما بتيجي تساله يقول لك ده مش وقت الانتخابات. وقت الانتخابات عندما يدعو مجلس الإدارة للانتخابات. فبالتالي أي حد عايز يخش. صحيح. أي حد بقولك إيه، أنا بفكر أدخل. ما أنت لازم تخش. بفكر أدخل رئيس. براحتك. أنا معدي ال 40 سنة وعندي. حاجة كابتن. والله أنت واحد من أبناء النادي الأهلي وبتخاف على النادي الأهلي. الفكرة صح. الفكرة فين؟ أنت شايف في نفسك إن أنت تقدر تقود النادي الأهلي، اتفضل. مفيش أي إقصاء لأي حد، وأي حد يعمل القايمة تيجي معايا في القايمة. أنا ما لسه كنت أقول لك خدني معاك في قناتك، ده أنا هظبط لك الجزء التسويقي. خش على الشباب بقى. ما تيجي نعمل شوية دعاية كده. خالد بيبو. يلا نعمل كده مجلس. أنا عايز أقول لك يا تريد، يمكن أحمد مخرجنا كان عرض كلمة المهندس محمود طاهر وهو بيتكلم على ان هو بيشكر جمعية عمومية، وفي جزء مهم جدا لازم تاخد باله منه عشان جزئيه الانتخابات. ان بيتكلم ان الجزئيه ان اللائحه دي مجالس الادارات القادمه، ده ان هي اساس انت بتحطه. على فكره اللائحه دي كانت موجوده وبتجهز مع كابتن حسن حمدي، كانت موجوده واستكملت مع المهندس محمود طاهر، وهتستكمل بعض البنود اللي ممكن تكون ما تناسبش الفتره اللي كانت موجوده. ممكن نسمعها كابتن وليد عشان بس برضو تعليقا عليها لو حضرتك عايز تعلق عليها سريعا يا احمد بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك على الجمعية العمومية للنادي الأهلي العظيم اعتماد لائحتها الأساسية اللي إن شاء الله هتملك جميع الأندية.
مجالس الادارات القادمه دايما جمعيه العموميه للنادي الاهلي هي ارقى واذكى وانشط جمعيه عموميه، وزي ما اثبتت النهارده هتفضل تثبت طول عمرها انه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بتقول الاهلي فوق الجميع. يعني كابتن واضح يعني من الكلام ان هو بيبارك الجمعيه العموميه وان دي اساس للاجيال القادمه والمجالس الادارات القادمه، هي دي النقطه. يعني في قاعده بتقول لك ايه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. انت إيه لو مش عاجبك بعض البنود كمجلس اداره حتى داخل منافس لمجلس الاداره الحالي، يعني انت مثلا نفترض ان احنا هنقول ان في مثلا ثلاث مجالس ادارات داخلين، كل رئيس داخل بمجموعه كامله، تمام؟ نفترض ان انت نمرة 2 او نمرة 3 مش راضين عن البنود دي، انت لما هتنجح حضرتك تروح عامل استفتاء على اللائحة وعايز تغير فيها ايه، وتجيب الجمعية العمومية بتاعتك وتغير اللي انت عايز تغيره. صحيح. دي لائحة ناديك. فالفكرة كلها لا، ولا فيها طبعا شغل انتخابات، ولا فيها اللي عايز يحضر الانتخابات شكل مختلف تماما عن الاجتماع الخاص ده. احنا بنقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نساق، او ما ينفعش ان النادي الاهلي يضار من بره، او ما ينفعش النادي الاهلي ما يبقاش ليه لائحته الداخليه. بنتكلم بقى في تفاصيل قانونيه، تنفع على يوم، تنفع على يومين، في مقر واحد، في مقرين، انت مش كنت عايز تعرف راي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ الراي واضح وباين حتى جدا، واضح كمان حتى من عدد الاصوات الصحيحه اللي كمان اللي موافقه، يعني 14391 صوت، ده رقم كبير جدا على الموافقه بنعم. فبالتالي نفس الوضع 14975 صوت كحضور، رقم كبير جدا. يعني اكتر من الرقم اللي انت طالبه بعدد حوالي 2500 صوت. فبالتالي يعني اظن ان الموضوع بس ما يوصلش لعند الموضوع، ما فيهوش عند، مش موضوع الاهلي الدوله داخل الدوله، او الاهلي عايز يفرض رايه ولا سطوته على الرياضه المصريه. انت نادي كبير، المفروض انه يتخذ رايك زي نادي الزمالك بالظبط، زي الانديه الكبيره. صحيح. وفي الاخر تاني، ولا اللجنه الاولمبيه ولا الوزاره ليها اصلا في الموضوع ده. الموضوع ده نادي، ناس بتشترك في نادي، بتدفع رقم كبير جدا علشان هي تحط لائحتها اللي يمشوا عليها. انا عايز رئيس النادي بتاعي مش عارف مؤهل متوسط، عايزه مؤهل عالي، عايز اعضاء مجلس الاداره ما يكونوش هاربين من التجنيد، عايز اعضاء مجلس الاداره بتوعي يبقوا 2 تحت السن، يبقوا 9، يبقوا 10، يبقوا 11، يبقوا دي حاجه شأن داخلي. صحيح. انت في الاخر مالكش في النادي اصلا. يعني انت في الاخر مالكش في النادي. مزبوط. يعني بالظبط، انا اكني داخل بيتك، اكنك عازمني عندك في البيت، فانا قلت لك ايه، لا لا يا فاروق والله الواد ده ينام بدري، والفازة دي تيجي هنا، والانتريد يا عم انت مالك، ده هو بيت انا. ايوه صح. انت يعني انت الفكره ان ما حدش يدخل جوه البيت ويبقى عايز هو يوضبه. صحيح. يعني ده رايي. طيب كابتن، يعني يمكن حاجه ما اثرتش انتباهك، او ان البعض كان بيوجه اعضاء جمعيه عموميه من خلال وجوده، من خلال شهرته، من خلال كلامه، من خلال مسجات كانت بتوصل، من خلال ما اثرش انتباهك ان ده ممكن يعني حاجه غريبه جدا على النادي الاهلي في وقت من او دلوقتي؟ على هي بدات تتعمل في انديه كتير، بس هو دي مرحله يعني انا شخصيا ما كنتش احبها في النادي الاهلي. لكن خلينا نقول ان برضو انا بحب جدا جدا حسن النوايا، يعني افترض حسن النوايا، افترض في الناس دي ان هي ما كانتش تقصد، ان هي شايفه ان اللي بيحصل خطا فعايزه تتلافاه. لكن انا وجهه نظري كنت اسيب الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي تقول رايها. ما ينفعش انه يبقى باعلان، ما ينفعش يبقى بمسجات، ما ينفعش يبقى بحشد ان انا امنع الناس ان هي تروح. يعني احنا كنا عايزين نبعد عن دي كنادي اهلي. هي حصلت في انديه كتير، لكن في الاخر كنا عايزين احنا كنادي اهلي تبقى دي ما نوصلهاش. يعني يبقى على الاقل انت ساب الجمعيه العموميه بتاعتك، اللي عايز يرفض يرفض، اللي عايز يروح ويرفض حقه، اللي عايز ما يروحش خالص حقه، اللي عايز يروح ويقول نعم حق، يعني تبقى سايبها بدون الضغط. لكن في الاخر يعني برضو بالعكس، يعني الرساله كده عامله زي بالظبط فوز النادي الاهلي في الثواني الاخيره على المصري. يعني انت الطبيعي ان النادي الاهلي كان بلس 90. الطبيعي هي دي تعتبر بلس 90. يعني اللي حصل امبارح ده، لان هو في الاخر هو سيناريو حلو. يعني سيناريو بعد الكفاح الشديد
من الناس اللي ما كانتش عايزه الناس تروح، وبعد المسجات وبعد الـ يعني المحاربه في الاخر الناس راح، فانت كسبت بلس 90. صحيح. يعني انا متهيألي دي بلس 120. انت بتشوف يا كابتن اعضاء الجمعيه العموميه هم قاعدين في مدرجات الصاله المغطاه وانتظارهم للنتيجه يعني حاجه فعلا هو حب موجود. عشان كده كابتن رؤيتك امبارح للمشهد نفسه وانت بتتكلم مع اعضاء الجمعيه العموميه وانت داخل وقابلت زملائك وحبايبك كلهم، ممكن اقول لك على حاجه بس في الجزئيه دي، وعايز اقول ان اللي ما جاش برضه بيحب النادي الاهلي. اكيد طبعا. يعني لا مفيش تشكيك طبعا. عايز اوصل لحته كده اللي هي فكره ايه؟ ان اللي جه امبارح هو بيحب النادي الاهلي من وجهه نظره، واللي ما جاش واللي امتنع اكيد هو بيحب النادي الاهلي. أكيد. بس من وجهه نظر مختلف. لكن في الاخر ايه بقى؟ احنا ليه بنقول الاهلي فوق الجميع؟ ما هي دي بقى، انك انت بتقرص على نفسك وبتضغط على نفسك ان انت تقول ايه؟ ان حتى لو انا مصلحتي في ان اروح او ما اروحش، لا مصلحه الاهلي اولى. ان حتى لو انا بحب النادي الاهلي بطريقه مختلفه برضه مصلحه النادي الاهلي اولى. طيب انت برضه الناس هترد عليا تقول لي طب واحنا هنعرف منين مصلحه النادي الاهلي؟ اقول لك من العدد. لما نيجي نعمل مثلا انتخابات، لما الناس تيجي وتقول مثلا مجلس الاداره ده نمره واحد هو اللي كسب او نمره اتنين هو اللي كسب، يبقى احنا لازم نمشي مع الاغلبيه، يبقى احنا ما نكسرش في نادينا. لما يجي النادي الاهلي يقول لائحه وعايزين استفتاء عليها، يبقى احنا نروح حتى معترضين او مختلفين، نروح عشان ما نكسرش في نادينا. هو ده اللي النادي الاهلي علمه لنا. صحيح. يعني احنا انا شخصيا انا وانت، انا ما اعرفش انت بقالك قد ايه، بس انا بطلت مثلا 2000، انا بقالي 14 سنه ما اشتغلتش في النادي الاهلي خالص. انا ما اشتغلتش خالص. استفاد يعني ما في ما فيش اي حاجه. الناس بتقولش اشتغلت حاجة. سنه او سنتين من اللي هم بتوع قطاع الناشئين يعني. لا يا جماعه، كانت وليد شباب، خلي بالكم. شباب قوي. الفكره في ايه؟ انك انت جوه او بره او مستفيد او مش مستفيد او ليك مصلحه او مالكش مصلحه، في الاخر خلي اسم النادي الاهلي هو اللي فوق. وانت تعالى على نفسك، لان هو في الاخر هو ده اللي احنا اتربينا عليه. لكن احنا لو عملنا زي بعض الانديه الاخرى، انت مش هتبقى النادي الاهلي. يعني انت فكره ايه بقى؟ لو انا شايف ان اللي بيتعمل ده غلط وان انا بس الصح، هبتدي اكسر. لما هتكسر هيبتدي اللي قدامك برضو يكسر فيك. هندخل في موضوع بره تاريخ وقيم ومبادئ النادي الاهلي. مش ده اللي علمه لنا الكابتن صالح سليم. الكابتن صالح سليم قعد معانا كتير وقال لنا نصايح وقال لنا مواقف كتير قوي حصلت قدامنا، مش عايزين نقعد يعني نسرد ونحكي. لكن كلها بتنم عن ايه؟ ان النادي الاهلي يقدر يعمل كذا، لكن ما بيعملوش، بيسيب الامور للصح. صحيح. يقدر مثلا ياخد الموقف ده، لكن بياخد الصح. طب انت جميله جدا يا كابتن وليد ان انت بتستشهد طبعا واحد من اعظم رؤساء الانديه المصريه في القرن، وحتى الان ناس بتستشهد بيه في جزئيه الاداره الرياضيه. هل لو كابتن صالح سليم موجود في الوقت الحالي كان عمل الاجراءات بنفس الاجراءات؟ اللي عملها النادي الاهلي؟ بالظبط. يعني بص برضو ايه، انا يعني برضو ما اقدرش اجزم، لكن انا عارف شخصيه الكابتن صالح. اظن ان هو ببساطه شديده عشان نسهل على الساده المشاهدين بس، كان هيعمل خطوتين بالظبط. كان هيروح جايب اعلى ناس في البلد قانونيين في القضاء وفي القانون، ويقعدهم قدامه ويقول لهم بصوا قولوا لي الصح ايه. هيروحوا قايلين له 1 2 3 4 ان انت ممكن مثلا تعملها على يومين، ان انت القانون ما بيقولش ان انت تعملها على يوم واحد، وده تعنت من اللجنه الاولمبيه، وده في عند مع النادي الاهلي. هيقول لهم بس ده الصح، يقولوا يروح عامل والباقي كله بقى يخبط دماغه في الحيط. هو كابتن صالح كده؟ ايوه كابتن صالح طبعا. يعني انا اقول لك في مواقف كتير، لكن انا اقول لك موقف مثلا في البطوله العربيه اللي احنا لعبناها مثلا 96، اللي هي كنا احنا والرجاء في النهائي وكسبنا 3-1. انت احمد فيليكس ده منتخب غانا واحسن لعيب في الفرقه، وكابتن حسام حسن كان متعور مصاب. فاحمد فيليكس راجع من منتخب غانا قبل المباراه بيومين بس، اتاخر ايه؟ اتاخر يوم او يومين علشان كان بيزور اهله. على طول قرار من كابتن صالح ما يلعبش المباراه النهائيه. الناس تتشقلب وتتنط، يا كابتن ده الماتش في استاد القاهره، ده الاستاد متقفل 100,000 متفرج، ده القيادات السياسيه موجوده، ده مش عارف الدنيا هتتقلب، ده البطوله عندنا. يقول لهم مش هيلعب. طب يا كابتن ده احنا ما عندناش اصلا رؤوس حربه، ده كشري بس وكان مصاب. ماليش دعوه، لعبوا اي حد.
فهنا قصدي اقول لك ايه، ان بص مش هو ده الصح، اه هو ده اعملوه، وهو كان الكابتن صالح كده. يعني هو الاول يتاكد ان الخطوه دي صح، لما يتاكد انها صح يروح عاملها وخلاص. وفي الاخر انت حتى لو حصل ايه انت كنت يعني خدت شرف المحاوله. صحيح. يعني انت يعني من وجهه نظره كان الكلام ده صح فعمله ايا كانت العواقب بعد كده. صحيح. فهو صحيح. ده اللي انا متهيألي ان بيحاول مجلس الاداره يمشي عليه، وده اللي كان ماشي عليه الكابتن حسن تقريبا وكابتن خطيب، ومتهيألي ان اي مجلس اداره هيجي هيبقى حاطط قدامه صوره الكابتن صالح سليم. صحيح. وصوره مبادئ وقيم النادي الاهلي، ومتهيألي انه لو اشتغل بالشكل ده اظن ان هو ينجح. وهو حبا في الجمعيه العموميه وتسهيل الامور عليهم كابتن، وده كان الهدف الاول والاخير بالنسبه لاقامه الجمعيه العموميه على يومين، وفي نفس الوقت على فرعين او مقرين. صح. تسهيلا يا كابتن فاروق، بس ما يكونش غلط قانوني. يعني هو رقم واحد يا جماعه اللي احنا هنعمله ده صح ولا غلط؟ ما هو افرض ما ممكن يكون غلط. يعني انت عايز تسهل على الناس بس هو قانونا غلط. صحيح. مثلا محطوطه في القانون وتدعى للجمعيه العموميه على يوم واحد. فانت عايز انت كنادي اهلي بقى تقول ايه؟ لا انا سهل على الاعضاء، اعملها في الثلاث فروق. طب قانونا صح؟ لا قانونا غلط، يبقى انت غلط. لكن احنا النادي الاهلي عمل الصح قانونا. هو الاول جاب القانونيين، وطبعا استاذ رجاء عطيه واحد من المستشار عبد المجيد محمود كبيره، المستشار عبد المجيد محمود خبراء اللواء احمد كابتن علاء مشرف طبعا، يعني الناس اللي اشتغلت على الاجراءات دي متاكده مليار في الميه. وانتوا جبتوا انا يعني شفت كتير رئيس اللجنه الاولمبيه السابق اللي هو منير ثابت طبعا واقر على صحه الاجراءات. مفيش واحد قانوني قال ان الاجراء ده فيه اي غلط. فبالتالي انت الاول شفت الصح وبعد كده عملت. طيب كابتن انت يعني ما دام قلت الجزئيه دي، حضرتك يعني في برنامجك الاذاعي استضفت النهارده رئيس اللجنه الاولمبيه استاذ هشام حطب. كان رد فعله ايه بعد وهو بيتكلم مع حضرتك في جزئيه؟ بص هو الاول كان الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال وجهه نظر النادي الاهلي بشفافيه وبحياديه، وقال وجهه نظر النادي الاهلي كامله، ادينا له مساحه كبيره. وبعد كده رحنا فاصل وقلت لهم لازم تجيبوا لي الاستاذ هشام حطب علشان يبقى عندنا الراي والراي الاخر وجهه النظر الاخرى. دخل الاستاذ هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه طبعا، وقال انا مش عايز اتكلم تحديدا في مشكله النادي الاهلي، يعني انا عايز اقول ان خلاص اللي حصل حصل، وان احنا دلوقتي في الخطوه اللي احنا فيها. حتى انا قلت له حضرتك حطيت ثلاث حلول انت رصدتها للنادي الاهلي، عايز النادي الاهلي ياخد حل من الحلول دي، هل ده صح ولا غلط؟ برضه هو قال ان شاء الله باذن الله يعني نسيبها لربنا. وحتى انا قلت له في اجتماع النهارده في اللجنه الاولمبيه وشكلكم هتاخدوا قرار باجبار النادي الاهلي على اللائحه الاسترشاديه. قلت له كده صراحه، لان انا كان عندي معلومات ان هو راجع من السفر، فقال لي انا بص انا راجع في السفر بس ما فيش اي اجتماع، وما فيش اجتماع هيحصل، ومش يعني مش النهارده هنقول ان النادي الاهلي لازم يشتغل باللائحه الاسترشاديه. فبالتالي يعني قلت له يعني النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي واحد من احسن الانديه في العالم، الاكثر تتويجا على العالم، مش ممكن نادي بالقيمه دي. واللجنه الاولمبيه ممثله للجنه الاولمبيه الدوليه وللدوله، وزاره الشباب والرياضه ممثله للدوله، ما ينفعش قامات كبيره كده وما توصلش الحل. صحيح. فلازم يكون في حل بقى على المستوى بقى الرئاسي، على مستوى فقره وزاره، على وجهات النظر مهم جدا يعني. خصوصا يعني خلاص يعني النادي الاهلي عامل جمعيته العموميه. عايز اقول لك ان في اجتماع كابتن وليد النهارده او حاليا شغال اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي لاعتماد نتيجه الجمعيه العموميه، وطبعا ارسال الخطاب الخاص بالاعتماد ده للجنه الاولمبيه. بالظبط كده. فان شاء الله الامور تمشي بشكل كويس. طب واحنا بنتكلم كابتن وليد وانت بتكلم استاذ هشام حطب، مش حاسس يعني تحس ان ممكن يكون في مرونه، حاسس ان يبقى في وضع مختلف عن التصريحات اللي قبل كده؟ والله من وجهه نظري ان لازم التصريحات تقف شويه، تهدى شويه. لان هو من الواضح، عارف انت اللي عندي ايه؟ اللي هو لما حد بيسمع تصريح فبيروح هو كمان يسخن، فانت تروح قايل التصريح يروح الطرف الثاني. انا متهيألي ان في وقت لازم يكون في هدنه من التصريحات، وكل الاطراف تسكت لمده يوم او يومين، وفي خلال اليومين دول يتدخل يعني اطراف ثانيه لتقريب وجهات النظر، ومحدش يطلع يتكلم. يعني ولا اي حد يطلع يتكلم، ولا من الجهه دي ولا من الجهه دي ولا من الجهه دي. يعني ولا حد من الوزاره
المهندس خالد عبد العزيز او ما يمثل وزراء، ولا حد من اللجنه الاولمبيه، ولا حد من النادي الاهلي. الثلاث اطراف يسكتوا لمده يومين، وخلال اليومين دول نبحث عن مخرج قانوني. دي وجهه نظري. يعني ايه المخرج؟ هو ممكن ما يبقاش حاضرني دلوقتي، لكن يعني ممكن يكون قرار ما فيهوش، يعني ما اعرفش، ما فيهوش ضعف. ان اقرار لائحه النادي الاهلي باحترام الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، احترام الاعداد الكبيره اللي جت، ونمشي بلائحه النادي الاهلي الى الانتخابات. قرار يعني اذا شافت الوزاره انه في ضعف او اللجنه الاولمبيه ممكن ناخد قرار يبقى بين البنين. يعني مش دارس الحاله قوي انا لغايه دلوقتي، لكن يعني اكيد في حل. مفيش حاجه في الدنيا حل. يعني الموضوع يعني اذا كان الاستاذ هشام حطب حط ثلاث حلول، النادي الاهلي طبعا انا شايف وانا بقراهم كابتن وليد الامور هتبقى صعبه. النادي الاهلي المهندس محمود طاهر قال انا مش هلجا للجنه الاولمبيه الدوليه. طبعا يعني ده حاجه مميزه، احنا مش عايزين ندخل جهات خارجيه في مصر. وفي نفس الوقت لو لجأت للجنه الاولمبيه الدوليه وتحكيمها، ففي جزئيه مهمه جدا ان الجزء لجنه النزاع استاذ هشام حطب هو رئيسها، بس هو خصم. ما هو دي مشكله كبيره. بس هو الحل الثاني اللي هو اذا لجأت لهيئه تحكيم فض المنازعات، الاستاذ هشام حطب تعهد ان هو ما يكونش هو القاضي في القضيه، وان هو يبقى فيه شفافيه وحياديه ويطلع هو بره الموضوع. ده حل مش وحش، مش وحش اذا كان هيبقى فيه اتفاق عليه. يعني اذا كان هيبقى فيه اتفاق من جهات مسؤوله ان برضو علشان الموضوع يمشي قانوني، يبقى القانون هو فوق الجميع. صحيح. برضو ان النادي الاهلي يقدم تظلم في 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 هيئه التحكيم في فض المنازعات، ويبتدي مناقشه الامر ويبت فيها باسرع ما يمكن، علشان بعد كده تدعو الجمعيه العموميه للانتخابات. فبالتالي يعني محتاجين السرعه، وفي نفس الوقت يبقى برضو فعلا بنوع كبير جدا من الشفافيه والحياديه. في الاول واخر يعني كان تصريح المهندس محمود طاهر كابتن وليد ان النادي الاهلي لا يخالف القانون، ودي في حد ذاته واضح النيه للنادي الاهلي ان هو مش عايز يخالف اصلا القانون. احنا كنا بنتكلم حتى القانون مش كاتب في جزئيه الاجراءات على يوم او يومين ايضا. احنا بس ناسيين، بس الناس ناسيه حاجه مهمه جدا. هو كل المشكله وكل اللي كان عامل لغط ان يكون في بند يقصي اي حد من دخول الانتخابات، وهو ما فيش اصلا بند. فانت فين وجه الخلاف؟ يعني هو الاهلي هيخالف القانون ليه؟ الاهلي هيخالف القانون ليه؟ ايه اللي هيدعوه لمخالفه القانون؟ صحيح. على الجانب الاخر كابتن وليد، استكمالا لكلام حضرتك، تصريح النهارده الاستاذ هشام حطب بخصوص ان اللجنه القانونيه او الشؤون القانونيه للجنه الاولمبيه هتبحث بقى وضع الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وكان صحيح هيعتمد. لو مش صحيح هو دي بقى هي اللي هتبقى الازمه او المشكله. ونتمنى طبعا يبقى في حل من الحلول يا كابتن وليد للجزئيه دي. انا عايز بس بقى كابتن قبل ما اروح فاصل وارجع بقى اتكلم على فريق كره القدم للنادي الاهلي وسادته للموسم القادم بمباراه طلائع الجيش والترجي، رساله كابتن وليد بتقول لها للجمعيه العموميه، خصوصا انت امبارح حضرت بشكل جميل واكيد الناس كانت بتتكلم مع كابتن وليد، رساله ليهم. والله بص، بحب اربط ما بين الاحداث. رساله للجمعيه العموميه ولا رساله للاطراف المتنازعه؟ لا، للجمعيه العموميه. خلينا ناخد واحده واحده كابتن وليد. مثلا للجمعيه العموميه، طبعا. لا، بتشرفونا وبترفعوا راس النادي الاهلي، ودايما بنراهن عليكم في النادي الاهلي. حتى لو قلنا ان في اختلاف كبير جدا ما بين الجماهير وما بين الاعضاء، الجماهير دي بتعشق النادي الاهلي للكوره. حتى لو قلنا ان انت عضو وبتدفع رقم كبير جدا عشان تروح رحلة حلوة، عشان ولادك يجوا يلعبوا في النادي الأهلي، عشان تدخل لعبة من ألعاب النادي الأهلي، عشان تاكل في مطعم مميز، عشان حتى لو مالكش في الكورة، حتى لو بتنتمي يا أخي لأي نادي تاني. يعني أنت ممكن تكون راجل من إسماعيلية وجيت قعدت في القاهرة وبتشجع أصلا الإسماعيلي، لكن جيت سكنت جنب النادي الأهلي فاشتركت في النادي الأهلي عشان نادي حلو ونادي شيك ونادي عنده قيم ومبادئ وتحفظ ولادك لأي سبب من الأسباب. فإحنا لما بنراهن على الجمعية العمومية، أنتوا فعلا بتشرفوا النادي الأهلي، ومهم جدا أنكم تعوا الرسالة دي. صح. لما يبقى في انتخابات تيجوا، لما يبقى في تصويت على الميزانية تيجوا، لما يبقى في مناقشة للميزانية تيجوا، لأن هو النادي بتاعك. أنت لما هتتكلم، إحنا لما اتكلمنا لا، حاجات كتير اتغيرت. يعني إحنا حتى الأوضة اللي إحنا بقينا بنغير فيها أوضة اللعيبة بقت حاجة تحفة. صحيح. يعني انت لما هتتكلم هتغير للاحسن، بتطور. صحيح. وخلاص احنا عندنا ظروف صعبه في البلد، لسه ما وصلناش طبعا
للمستوى الادنى من الديمقراطيه، لسه عندنا مشاكل كتير، بس احنا نطلع خطوه لقدام. انا دايما بحب ابص للنص المليان مش النص الفاضي. السلام عليك كابتن وليد. لا انا هنتخبك يا كابتن وليد والله. هنتخبني بجد؟ انا مش عارف ليه. من حسيت كده ان فاكر يا كابتن وليد قلت لك لازم تنزل وقلت لك لازم تنزل كانت في الفتره اللي فاتت. هنزل رايس اللي انت عايزه، احنا معاك في ظهرك يا ريس. استنى عايز اساله سؤال محرج. لو نزلت راس اختارنا انا؟ اه طبعا. جدع فاروق. انت بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ فاكر انت السؤال ده؟ هل انت من المؤيدين؟ كابتن وليد طيب، يعني امبارح حد كلمك وكان ليه راي مختلف انت شفته من خلال طبعا اللائحه والكلام ده؟ اه كان في ناس بس مش يعني مش عايز اقول اسماء. لا من غير اسماء. يعني كان في بعض المناقشات بيني وبين اطراف تانية ايا كان نجوم او اشخاص عاديه، هي من وجهه نظرها ان شايفه ان يعني النادي الاهلي كده بيخالف القانون، وان طالما هي اللجنه الاولمبيه هي اللي بتحط النظم اللي يشتغل عليها الانديه، فلازم كنا نمشي تبع السياق. وجهه نظر. وفي وجهه نظر تانية بتقول والله النادي الاهلي لو كان عملها على يوم واحد كان هيجي نفس العدد وكان هيبقى الشكل احلى. وجهات نظر يعني نحترمها كلها. في الاخر انا بس عايز اقول لك حاجه، كل ده بحب اربط الاحداث بس ببعضها شويه. الكابتن سمير زاهر ده كان معلم. يعني انا لما بيحصل الحاجات دي دلوقتي بعرف ان قعده العرب اللي كان بيعملها الكابتن سمير زاهر عشان يخلص كل الكوارث اللي موجوده في الكره المصريه، لا الراجل ده كان معلم. يعني الراجل ده ادار الكره المصريه بقى فعلا على مدى سنين طويله. لا يعني ده كان بيبقى الناس، يعني بدون ذكر اسماء برضه، كان الناس بتبقى شايطه في بعض، شايطه وانديه مع اتحاد الكره مع كوارث، وكابتن سمير يقعد ويجيب الناس ونهدى ونحل حل. يعني اشوف بقى ان يعني ما اعرفش بقى عايزين كده. طب ما دام احنا وصلنا للنقطه دي، الاطراف بقى المتنازعه يا كابتن انت بتتكلم عليها ورساله ليهم، ما هو هي دي الرساله. هي دي الرساله، ان الناس اولا لازم يكون مش عايز اقول في كبير، بس لازم يكون في ايه، يعني يكون في حد في الاخر لما الناس تختلف يرجعوا له. يعني احنا برضو المشكله ان احنا بنعشق العثور على ثغرات في اي حاجه ونبتدي ندخل منها، فبالتالي كل واحد، يعني انا مش عايز برضو اقول مواقف، لكن في الاخر مهم جدا ان لما يبقى في حد كبير يبتدي الناس ترضى. يعني انت عندك مثلا الحاج عامر كان في خناقه كبيره جدا مثلا مع كابتن احمد حسام ميدو، ده نجم كبير ومدير فني لوادي دجله، والحاج عامر حسين ده واحد من احسن الناس اللي مسكوا لجنه المسابقات، وراجل يعني فوق طبعا كل مستوى. صحيح. طقشوا في بعض تمام، وحصل مشكله وحصل قضايا ومحاكم، نعمل ايه؟ ده ما يقدرش يستغنى عن ده، وده ما يقدرش يستغنى عن ده، وده بيتعامل مع ده الموسم الجاي والموسم اللي بعده. طب نعمل ايه؟ يبقى في حد كبير يقعد، ناس تهدى. واصل بيقول لك الكوره اخلاق، الرياضه المفروض ان انت يبقى عندك سمو في الاخلاق فيها، لان انت لما تكسبني انا اسلم عليك واقول لك مبروك، مع ان انا خسران، مع ان انا ممكن اكون بعيط، مع ان ممكن انا اكون منهار، لكن هي الرياضه كده، تقبل الاخر. صحيح. فانت لو مش هتتقبل الاخر مش هنبقى رياضه وهنروح في حته تانية. صحيح. بتشوف مين الاقرب يا كابتن وليد للكبير اللي انت بتتكلم عليه في التوقيت ده بالذات؟ يعني من وجهه نظرك. بص العمليه كبرت زياده عن اللزوم. لا يعني لا، ما هو انت بتشوف يعني الدوله خلاص الموضوع في دوله مسؤوله عن الجزئيه دي، هي وزاره الرياضه اللي المفروض تلم الموضوع. هو بص، ولا انا غلطان؟ يعني ده وجهه نظر المهندس خالد عبد العزيز، لازم يبقى ليه دور في الوقت ده. المشكله ان المهندس خالد عبد العزيز كمان دخل طرف، دخل طرف ما كناش عايزين نخش في، ما هو خلاص دخل بقى طرف، وهو يعني شايف ان واضح جدا من خلال تصريحاته ومن من البيانات، واضح ان هو مع اللجنه الاولمبيه، شايف ان موقف النادي الاهلي غلط. اللي حصل بقى خلاص، يعني دلوقتي بقت عقده في منشار. اشوف ان يعني مجلس الوزراء او الرئاسه، شوف ان الرئيس، يعني خلاص انت برضو المشكله لما بتبقى بين كبار قوي قوي، خلاص انت بتقعد تطلع فوق لفوق لفوق. يعني لو انا وانت اتخانقنا دلوقتي قمنا دورنا الضرب في بعض، استاذ جمال العاصي هو اللي هيحلها تمام. طيب لو انا وانت رحنا ضاربين الاستاذ جمال العاصي هيحلها مين؟ هيبتدي نعلى نروح مثلا لعض. طب لو حصل اكتر كده بيروح رئيس النادي. طب لو حصل، انت دلوقتي وصلت لواحد
من اكبر الانديه في الشرق الاوسط ان لم يكن في العالم، مع الوزاره اللي هي ممثله في الوزير. كبير يا كابتن وليد. إيه؟ وتاثيره كبير. وتاثيره كبير جدا. وجمعيه عموميه، وفي نفس الوقت الاطراف الثانيه لازم نديها كل كامل الاحترام والحق. صحيح. دي الوزاره ممثله للدوله، ودي اللجنه الاولمبيه اللي ممثله للجنه الاولمبيه الدوليه. فالثلاث اطراف بقوا كبار قوي. ومش عايزين نعمل ايه الموضوع لايه ذات هو كده اخبط هو كده. ما ينفعش هو كده في الوقت الحاضر. يعني في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي، خصوصا بعد الثوره، ما ينفعش نظام ايه هو كده هو كده. ما ينفعش. لازم يبقى فيه ديمقراطيه، لازم يبقى فيه حوار، لازم نتعلم بقى، نبتدي خطوه بخطوه نتعلم، عشان لما نختلف يا سيدي يبقى في لغه حوار. ما نقومش ندور الضرب في بعض. طيب. يعني ببساطه شديده. يعني انا بالرغم ان انا مش عايز اقول الرساله دي عشان برضو الناس ما تقولش احنا بنلعب انتخابات والكلام ده، رساله للمجلس اداره يعني في الفتره دي. لا والله هم يعني هم شغالين صح بصراحه. يعني كان عندهم مشاكل في الجزء الاولاني من التولي، لكن سنه بعد سنه لا الناس مستقر. يعني في الاخر انا قلت الكلام ده على مجلس الكابتن حسن حمدي قبل كده. والكابتن الخطيب وقبليهم الكابتن صالح، لكن المجلس ده للامانه مستقر جدا. على مستوى البطولات، انت كان المشكله كلها في مستوى البطولات. وكانت الناس بتتظلم ظلم كبير جدا ان يقول لك ده مجلس كراسي وشماسي ورحلات. طيب، وكان الناس فرحانه قوي في النادي بالشكل بتاع الانشائي، ان فتحت فرع يا الشيخ زايد، هتفتح فرع التجمع، الجزيره بقى حلو قوي، مدينه نصر انا يعني ما بروحش كتير بس بيقولوا بقى تحفه، واتعملت ملاعب. ده الشكل الانشائي كان بيؤخذ على مجلس الاداره، اداره الكوره. النهارده اداره الكوره اتعدلت، الدنيا بقت حلوه قوي، النادي الاهلي بيكسب كل الناس، النادي الاهلي خد دوري وكاس بدون اي هزيمه، النادي الاهلي ما شاء الله ماشي كويس قوي، لو خد افريقيا وراح كاس العالم للانديه تبقى حاجه يعني، يبقى موسم فعلا استثنائي. طيب، هل هو الكوره بس؟ لا، الكوره والالعاب الاخرى كلها بصراحه. طايره وسله وسله ويد وطايره وكله وكله سيدات رجال كمان كله سيدات، وبعدين ابطال افريقيا. فبالتالي للامانه الناس ماشيه كويس. طيب برضه عشان ايه اكمل الكلمه دي، طب هو عشان الناس ماشيه كويس مفيش حد يدخل؟ لا طبعا، لا يدخل، يخش اللي عايز يدخل يدخل، ويدخل ببرنامج وفكر مختلف. إيه؟ والنادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيوقفش على حد. النادي الاهلي الناس كلها بص يا فاروق، الناس كلها حطت ايديها على قلبها بعد ما الكابتن صالح توفى الله يرحمه، وقال لك النادي اتهد والقيم والمبادئ والاهلي ده ايه هيحصل فيه ولا حصل حاجه. كابتن حسن حمدي جه خد بطولات اكتر من اللي كابتن صالح خد. صحيح. والامور مشت حتى في ظل اصعب الظروف في الثوره، الامور مشت. وبعد لما كابتن حسن مشي بالقانون والثمان سنين وجه المهندس محمود طاهر، الناس كلها قالت لك الدنيا هتولع. صحيح. والاهلي والضرب وتحت الحزام وفوق الحزام ولا في حاجه حصل. الاهلي برضه بيكسب، والاهلي برضه هو الاول على العالم، والاهلي برضه هو الاهلي، ما فيش حاجه اتغيرت. واللي وهنفضل حتى لو ان شاء الله باذن الله لما امسك انا رئيس، ان شاء الله رئيس رئيس هنفضل برضه هي برضه النادي الاهلي. هو بص مؤسسه اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي، البراند عدى طبعا، عدى خلاص عدى. يعني عايزين بقى نروح بقى للعالميه يا كابتن، نروح لاوروبا والمشجعين الاوروبيين زي ما احنا بقينا مشجعين لريال مدريد وبرشلونه. احنا ليه ما بنفكرش في الجزئيه دي؟ محمد صلاح مبروك مبروك طبعا، 4-0 للارسنال النهارده، ومحمد صلاح حرز هدف وكان اسيست الهدف الرابع، حاجه مميزه جدا يا كابتن. محمد صلاح النهارده وحجازي النهارده هارد لك في الهدف ده، بس رمضان اللي عاملها فما فيش مشكله. مش مشكله، يعني حجازي خدم رمضان، بقى رمضان هو اللي عامل الجون، وحجازي 1-1 وتمشي. الاربع مصريين طلعوا الحمد لله سلام، الحمد لله، يعني ان شاء الله يكونوا موجودين معانا. نتكلم يا كابتن على مباراه اوغندا، وايضا بقى استعدادات النادي الاهلي. لكن خلينا نروح لفاصل كابتن وليد، ونرجع نكمل كلامنا بقى على النادي الاهلي في كره القدم ومنتخبنا الوطني. ان شاء الله هيخوض مباراه مهمه في كاس تصفيات كاس العالم الخاصه بافريقيا ان شاء الله المونديال، يا رب حلم كبير لينا كمصريين، وقربت ان شاء الله من خلال المباراتين اوغندا سواء هنا هناك في كامبالا او في هنا في برج العرب. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. فاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن وليد صلاح الدين.